البنود التي تم تجميدها في عمل الوثيقة الدستورية ربما قد تثير الحنق وقد تثير الغضب، خاصة فيما يتعلق بالتحقيق في مجزرة فضل اعتصام القيادة العامة، وهي قضية ظل الثوار متمسكين بها بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين. ما من خروج إلى الشارع إلا ورفعت صور الشهداء والمطالبة بالتحقيق في من قتلهم. هذا الأمر كان مثار جدل كبير في السودان، وإن كان محاطا بالحساسية المفرطة تجاه التحقيق في هذا الأمر لاتهامات عديدة وجهت لعدد من الجهات الأمنية، ولكن شكلت لجنة المحامي نبيل أديب وعملت لمدة عامين، أخرجت عدد من البيانات أنها قد حققت في هذا الأمر مع عدد كبير من الشهود وعدد من الذين كانوا متهمين وبعض من قادة المجلس العسكري الذين كانوا يحكمون البلاد في ذلك الوقت. وكان الجميع ينتظر تقريرها بتوجيه الاتهامات، ولكن قبل أن يحدث ذلك تم الآن تجميد عملها وبالتالي إيقافها في التحقيقات. إضافة إلى نقطة أخرى في الوثيقة الدستورية قد تم تجميدها، وهي الخاصة بحل وتفكيك بنية النظام السابق نظام عمر البشير. هذا البند بإلغائه تكون قد وقفت جميع الإجراءات المتبعة لحل نظام البشير وتفكيك المؤسسات التي لا زال يسيطر عليها أنصاره، واعتبرها بعض من أنصار الحكومة المدنية أنها تقف عائقا أمام تحقيق التقدم الديمقراطي. الآن صدر قرار بإلغاء هذه أو إلغاء هذا البند من الوثيقة الدستورية، وبالتالي إلغاء الآلية التي تقوم بتفكيك هذا النظام ومتابعة الأموال المنهوبة ومحاربة المفسدين حسب ما ورد في الوثيقة الدستورية. تم إلغاء هذين البندين ربما قد يشكل استفزازا كبيرا للشارع، خاصة وأن القضايا المرتبطة بهذا الأمر هي ليست قضايا سياسية فقط أو تهم الحكومات، وإنما هو أمر يخص الشعب السوداني كما ردد في كثير من المنابر وكثير من المظاهرات التي كانت قد خرجت في شوارع الخرطوم في الفترات الماضية خلال العامين المتسابقين. نعم وبالفعل يعني كما ذكرت قبل قليل التجاني بأنه إلغاء هذه المواد من الوثيقة الدستورية فرغها تماما من معناها. ماذا عن عودة الاتصالات والإنترنت إلى السودان؟ هل ما زالت وسائل الاتصال مقطوعة حتى اللحظة؟ نعم، حتى هذه اللحظة كل وسائل الاتصال مقطوعة. شبكات الهاتف المحمول الثلاثة التي تعمل في السودان أوقفت خدماتها تماما، إضافة إلى انقطاع تام لشبكة الإنترنت. لا توجد أي تعاملات عبر هذه الشبكة، لا وسائل تواصل اجتماعي ولا اتصالات ولا